لا رمزي، رانا حابين اليوم تعطينا كامل لي سكوب وجديد، واش عندك واش راك تحضر؟ ونبداك بالسؤال بون الاول. رمزي، على بالنا باللي راك تحضر في برنامج جديد، يعني يتشبه الاربس جوت تالنت، يعني برنامج اللي يشمل كل المواهب اللي اسمه تام تام تانو شو. ان احكي شاء لنا الله عليه. راح يكون الجيريا جوت تالنت هذا. بون فوالا، ماذا انا بينا اللي تحكي عنكم عنا عليه؟ امنيتي والله ملي كنت جان كنت حاب ان شاء الله يجي نهار وانا يا جميع لي جان نسي نعاونهم بوقت باي حاجه اللي نقدر عليها. نخرج برا كاين دي جون يحكموني يقولوا لي رمزي ما كاش كاش كاستينغ حابين ندوزو كاش حاجه، ولا كاين بزاف مواهب مساكن ضايعين وحابين يشاركوا في حاجه مي ما كانش كاينه في الجزائر. كيقترحوا عليا لاجونس بي ان بي قالوا لي رمزي اون امري بيان نديروا معاك نتريك شباب باغ اكزومبل، قالوا لي فوالا نشارشي اون فاشارشي دي تالون الجيريان نديروهم معنا اي تو. اي هنا وين قلت هذه علاش لا، قالوا لي ماذا بينا تكون معنا في الانيماسيون، قلت لهم ما كاش مشكل. لو كاستينغ ان شاء الله راح يبدا سو جودي سماك لو 9 يبدا من 12 ل 8 تاع الليل، فوندرودي راح يكون من الزوج حتى 8 تاع الليل، وساندي لو 11 ديرني جور راح يكون من 12 حتى 8 تاع الليل. وين رمزي؟ هنايا لي جي مرحبا به 58 ولايه نيمبورت كش واحد عنده موهبه نقولوا سواء في الغناء ولا في الرقص ولا في نقولوا في التمثيل مسرح يكتب جميع واحد عنده موهبه مرحبا به. رمزي بصح برك ناويين الناس باش تعرف اللي انا سميتو فينا رمزي. واحد اخر فيها غير تمثيل، لا لا هذه فيها كلش، جميع واحد عنده موهبه راح يشارك معنا يكونوا فيها نقول لك الناس محترمين مثلا فؤاد تيريفي اللي معروف في الوجوه رمزي برك من فضلك لانديمير في الكاستينج عندهم اجونس، كاين معنا كمال بالقاسم، كمال بالقاسم معروف في الفيستيفال تاعو تاع ديما جاز، وبيان سور حيكون معنا انيس لو بروديكتور، اي بيان سور السيربريز اللي كاين الناس بزاف ما على بالهمش راح تكون معنا دلال. دلال في نقول حفيده ورده الجزائريه الله يرحمها. جوستومون دروك رمزي، بس قبل ما نسقسيك هذا السؤال، حضرتك قلت المواعيد تبع الكاستينج، بس وين المكان الكاستينج مشان الناس يكون على بالهم؟ راح يكون اكزاكتومون في جولي فيو، في اكزاكتومون في نافزي الى تسمعوا به. نافزي سي ان اندروا وين يديروا تماك كاين برودكسيون، كاين تما كاين تعليم اكزاكتومون نعطوا لهم حنايا يتبعونا في طام 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 شو، باسكو هذا هو الاسم اللي راح نديروه طام طام طالون شو. اوكي راح يتبعونا في لي ريزو سوسيو وراح يلقاو كل شيء كل التفاصيل. طيب حضرتك ذكرت عن دلال حفيده اكيد الراحله ورده الجزائريه، هي راح تكون الجهه المنتجه للبرنامج صح؟ حتكون جهه منتجه نعم هي وانيس، وكذلك حتكون معايا في الانيماسيون. وعلاش؟ أوكي. هي كانت حابه تشارك في هذه الحكايه، قالت لي رمزي جامري بيان نكون معك في كونيماتيس، قلت لها بيان سور افيك ان كرون بليزير. هكذايا باش هي كوتي فروكوفون مليحه وانا كوتي الجيريان زنقاوي ما كاش مشكل افيك ان كرون بليزير باش هكذايا نقدروا نحكموا جميع مواهب جزائريه.